عبد القادر مدير متوسطة العتيق عبد القادر بالمالح، تلقيت مؤخرا رزنامة تضم تواريخ انطلاق الفروض والاختبارات على مستوى الطور الابتدائي عفوا على مستوى الطور المتوسط، خاصة وأنه في هذا الطور في السنوات الماضية كان هناك بعض المواد اللي يكون فيها فرضان في السنة في الفصل عفوا. إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نشكركم على هذه الاستضافة، وبودنا أن نوضح بعض الأمور ونبسطها لأولياء التلاميذ الذين يأتون إلى المؤسسات ويطرحون علينا عدة أسئلة. ربما بدا لهم الوضع غامضا مع هذا الوضع الصحي الذي تمر به المعمورة والبلاد. بالنسبة للرزنامة، نبدأ أولا بعلامة المراقبة المستمرة. يعني أولا يعني هناك بعض الضوابط التي وضعت بالنسبة للفروض المحروسة والاختبارات. نعلم بأن مرحلة التعليم المتوسط اعتمدت سابقا على فرضين في المواد الأساسية وفرض واحد في المواد المكملة. حسب تسميتها، المواد الأساسية هي الرياضيات واللغة الإنجليزية والفرنسية واللغة العربية، تجرى فرضين خلال الفصل. الآن بعد مراسلة وزارة التربية الوطنية تلقينا هذه المراسلة، وتم من خلالها تحديد فصلين، الفصل الأول والفصل الثاني، تجرى من خلالهما فرضين واختبارين. بالنسبة للجديد وهو إجراء فرض واحد فقط ليس فرضين. الفصل الأول الفرض يكون من 17 جانفي 2021 إلى 28 جانفي 2021. المدة هذه يكون على شكل بطريقة الاختبار، ولكن هناك شروط أخرى تتوفر في الفصل ليس مثل الاختبار. الفصل الثاني يكون في 25 أفريل 2021 إلى غاية 6 ماي 2021، وهذا ما يسمح لأبنائنا بأخذ نفس من أجل المراجعة وتحضير أنفسهم لذلك، وكذلك الأساتذة الكرام الذين يعملون جاهدين من أجل ذلك. قبل هذه الرزنام كانت هناك رزنامة أخرى اللي هي 20 ديسمبر، ولكن تم تعويضها بهذه الرزنامة الجديدة. تقويم الموارد نركزوا عليها، وتجرى في حصة دراسية عادية حسب كل مادة تعليمية. رانا درنا اجتماعات مع السادة الأساتذة وضبطنا أمور تاعنا، ونحن نحضر لهذه الفرض. الفرد يصحح كذلك في نفس الحصص المماثلة مع تسليم أوراق الفرد للتلاميذ. كذلك يجرى الفرد بشكل مستقل، ولا ينبغي توحيده بين قسمين لأستاذين مختلفين. يعني كل أستاذ عنده الفرد حتى لا تعطى له صبغة اختبار، باش نكونوا واضحين. بالنسبة للمرحلة التعليم الابتدائي، النقطة تتعلق بالاختبارات. عندنا السنة الأولى ما عندهمش اختبار في الفصل الأول، السنة الثانية والثالثة والرابعة ابتداء من 13 جانفي. نعم صح. 28 فيفري بالنسبة للتعليم المتوسط إلى غاية 4 مارس، كذلك عندنا 28 فيفري إلى 4 مارس بالنسبة للتعليم الثانوي. نقطة أخرى وهي اختبارات الاستدراكية، وهي ضرورية خاصة في هذه المرحلة. وقد أسدت الوزارة بعض التعليمات من أجل يعني إعطاء فرصة لجميع التلاميذ من خلال السنة الماضية من أجل الاجتياز والانتقال إلى المرحلة الموالية في السنة الدراسية. هذه السنة ربما سيكون نفس الشيء. الأيام هي يومي 4 و 6 جويلية بالنسبة لجميع المراحل، ابتدائي متوسط والثانوي. المجالس تاع القبول والتوجيه كذلك تاع السنة الأولى تاع الثانوي وغيرها. لا عندنا 6 و7 و8 حسب التواريخ. 6 و7 و8 جوان. نعم. ولكن ربما تكون هناك جديد حسب الظروف تاع نعم.